ثالثا، أيضا من العناصر الأساسية في البيئة الحاضنة نشر ثقافة أننا كما قلت قبل قليل خطاؤون، نحن نخطأ لسنا معصومين، فنحن بحاجة إلى بعضنا. عندما تنشر هذه الثقافة سيصبح مجال النقد حينئذ مجالا متوفرا، فالعصمة ليست إلا لأهلها. أيضا من العناصر، العنصر الرابع مما يشكل بيئة حاضنة في هذا الإطار، هو أن لا نطلب من الناقد دوما أن يأتي بالبديل. في عندنا مشكلة نحن دائما نعيشها، نظن أن كل نقد لا بد له أن عندما تستطيع تنتقد إلا ما تجيب بديل. لا، ليست كل القضايا النقدية هكذا، بعضها هكذا نعم صحيح، لكن بعضها ليس هكذا. ليس لأجل أن أكون أنا ناقد سليم في نقدي يعني لازم أنتقد شيء ثم أتي ببديل عنهم، لا، قد أكون عاجزا عن الاتيان ببديل ولكنني قادر على نصف الخطوة. أعطيك خطوة الأولى، أنتقد الفكرة ويأتي غيري بالبديل، شو المشكلة؟ مثلا الآن نقاد الفنيين ونقاد الأدب، ولا واحد منهم يمكن يعرف ينظم بيت شعر، كثير من نقاد الأدب لا يعرفون نظم بيت شعر يمكن، وكثير من نقاد الرياضة والرياضيين لا يعرفون اللعب بالكرة، ولكنهم من أعظم النقاد، وتستفيد منهم الناس، وتستفيد منهم الأندية، ويستفيد منهم الأدباء والشعراء. ما في تلازم دائم بين فكرة أنك ما إذا كنت جديرا بالنقد فأنت جدير بأن تأتي بالبديل، لا، ممكن أنا أكون قادر أن أنتقد بس ما بعرف جيب بديل، فأي مانع أن تستفيد مني في نقدي وتستفيد من غيري بالبديل، ما في مانع، وهكذا نتعاون نحن الثلاثة، أنت الذي أخطأت، أنا الذي انتقدت، ثالث أتى بالبديل ساعدك في إصلاح الخطأ، فأي مشكلة؟ عندما تكون الفكرة، هذه فكرة أنا أشير إليها لأنها فكرة مهيمنة في كثير من الأوساط، لا تستطيع أن تنتقد إلا إذا كنت قادرا على أن تأتي ببديل، لا، هذه الفكرة ما في برهان يثبتها، لا أقل في بعض الموارد، لا أقول في جميع الموارد، في بعض الموارد على الأقل. فإذا علينا أن نفسح مجال لتنوع الأدوار، دور في النقد، دور في الإصلاح، دور في تقديم أصل الفكرة، وربما آخرون أيضا يبدعون في هذا الإطار. حتى أن بعض الأشخاص